وينضم إلي هاتفيا المشاهدي الكرام من العاصمة السورية دمشق العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي السوري. أهلا بحضرتك وكل تحياتي. يعني حينما نتحدث عن هذه العمليات العسكرية تبدو فيها الأطراف الدولية موجودة إلى حد كبير، ما مدى تأثير إشراك القوات الروسية وفي نفس الوقت أنه الولايات المتحدة تقول أنها لن تدعم المعارضة في صدها لمثل هذا الهجوم؟ تفضل يا فندم. التحية لكم وللسادة المشاهدين. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في مجموعات الإرهابيين الذين احتلوا جزء من الجغرافيا السورية، ولكن لا يمكن أن تذهب لحد الاشتباك مع الدولة السورية وحلفائها من أجل هؤلاء المرتزقة. فدائما الولايات المتحدة تريد من يقاتل عنها ولا تقاتل عن أحد، هذا في المبدأ. أما في الموضوع الآخر، الجيش السوري وحلفائه بالتأكيد هناك غرفة عمليات مشتركة تقود كل العمليات التي ينفذها الجيش العربي السوري وحلفائه في كل المناطق، وهذا الأمر لم يعد خافياً على أحد، وليس سراً أن الدولة السورية تعتمد على حلفائها وخاصة الروس في موضوع تكثيف التغطية الجوية لعمليات القوات البرية من أجل تقصير أمد العمليات القتالية خاصة في مناطق تكون واسعة الانتشار للمجموعات الإرهابية وتكون درجة التحصين عالية من قبل التنظيمات التي بنت دفاعاتها خلال سنوات متقدمة. الآن العمليات العسكرية تسير بوسائر متسارعة، خاصة أن الجيش السوري حقق نجاحات كبيرة في الريف الغربي للسويداء والريف الشرقي لمدينة درعا، وبدأت عمليات التقدم بريف درعا الشرقي بالإضافة لفتح محور جديد هو المحور الاوسط انطلاقا من مدينه درعا. هذا الامر سيسهل بشكل كبير عمليه تحرير اجزاء واسعه من الاراضي، وبالتالي تقدم العمليات العسكريه يوما بعد يوم من اجل القضاء على تلك المجموعات الارهابيه ودفع عليهم. طيب اهميه هذا المحور واهميه الوصول الى ناحيه الحدود الاردنيه، يعني الاهميه الاستراتيجيه للمنطقه. أولا الجيش العربي السوري عندما يصل إلى الحدود الأردنية السورية يكون قد أغلق البوابة الذاتية التي استخدمتها دول الخليج واستخدمها العدو الصهيوني، واستخدمت فيها الأردن كقاعدة انطلاق للإلحاق الأزلي والاحتلال الجغرافي السورية وتمرير كل الإرهابيين، وبالتالي هذا أمر هام جدا أي إغلاق الحدود. الأمر الآخر أن هذه المنطقة تمتد وصولا إلى الحدود الدولية مع فلسطين والجولان السوري المحتل، وبالتالي نعود الى حاله التماس المباشر مع الكيان الصهيوني، وهذا ما يعطي الجيش العربي السوري افضليه في ردع اي حركه للقوات الصهيونيه، ان كان في تقديم الدعم اللوجستي او تقديم الدعم النار المباشر للمجموعات الارهابيه خلال العمليات القتاليه القادمه. شكرا جزيلا لوجودك معي على الهواء من العاصمه السوريه دمشق العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي.